واليوم كان آخر يوم في المعرض الجهوي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسختها الرابعة. الصراحة كان مسخيناش وكان واحد الجو عائلي وجو كبير من الفرح والسرور واختتام اللقاء، وكان التتويج صراحة بكل تعاونيات الحاضرة ولكل المنظمين، وحتى احنا عندنا الجائزة ديال التكريم. نتمنى أننا نكون عند حسن ظن الجميع ونكونوا خدينا العبرة من المعرض وخدينا نتائج إيجابية اللي بها إن شاء الله نسير قدما لازدهار وقوية قدرات النسيج الجمعوي والتعاوني بجهتنا إن شاء الله، ونكونوا مثلنا تندرارة أحسن تمثيل بالأخص وإقليم في جيج بصفة عامة. وشكرا لمجلس جهة الشرق على الدعوة، وشكرا لهم على هذا التتويج وعلى هذا الحفل البهيج. والله ينصر سيدنا، لأن حتى بالنسبة أي معرض ضروري تكون ديك البصمة الملكية. الله ينصر سيدنا اللي كان السباق للبلاد واللي حافظ عليها رغم الجائحة، والحمد لله خرجنا بسلام. ونطلبوا طول العمر والصحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. احنا تعاونية كان نديرو جميع أنواع الطبخ التقليدية المغربي، التقليدي المغربي والعصري، الكيك ديزاين، المواليح، الحلويات بجميع أنواعها. شاركنا في المعرض الجهوي الرابع اللي نظمته جهة الشرق، مشكورين في شخص رئيسها سيد عبد النبي بعيوي. شاركنا في الحفل الأخير ديال المعرض اللي كان الاختتام ديالو في هذا النهار آخر يوم، وتوجد التعاونية ديالنا لو برانس فود بهذا لو تروفي من طرف مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية. الشكر الجزيل للسيد رئيس الجهة اللي تاح لنا الفرصة باش تم التسويق ديال المنتوجات ديالنا والتعرف أكثر على المنتوجات ديالنا. احنا بالنسبة لنا كان إشهار أكثر للتعاونية أكثر من الربح، وهذا نتمنى كما قالت الأخت أنه تكرر هذه المعارض باش تكون عندنا فرصة ثانية باش نسوقوا المنتوجات ديالنا ونعرفوا أكثر بالتعاونية ديالنا. هالتعاونية ديال لو برانس فود اللي قدمنا وشاركنا في هذا المعرض الرابع، نتمنى أن بحال هذه المعارض إن شاء الله يتكرروا. كانوا فيهم بزاف ديال لي زافونتاج كانوا عندنا. بالنسبه لينا حنايا التعاونيه ديالنا كتقدم كل ما هو طبخ مغربي واوروبي، وكنقدموا حلويات مملحات، كذلك كنديروا الكيك ديزاين، كنديروا كذلك اطباق ديال الضيافه بالنسبه للمناسبات لي بيفي ولي زيفينمون. شكرا بزاف على هذه البادره اللي قدمها لنا المجلس، وكنتمنى ان شاء الله تتكرر.